السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك محمد عادل من شركة رياض للتصميم. دلوقتي هشرح لحضرتك كيفية التحكم في لوحة التحكم الخاصة بالموقع. أول حاجة بندخل على الموقع، بعمل تسجيل الدخول عشان يدخل معايا على رابط لوحة التحكم اللي هيتم إرساله لحضرتك، وبدخل ببيانات الأدمن الخاصة بلوحة التحكم هيتم إرسالهم لحضرتك مع الفيديو بإذن الله، وبضغط دخول. بلاقي أصبح عندي هنا إن أنا في تسجيل بدخول الأدمن. بعد كده بدخل على رابط لوحة التحكم، بلاقي يفتح معايا بالشكل ده، ودي الواجهة الرئيسية للوحة التحكم. وعندي هنا على اليمين التابات الخاصة بالتحكم في محتوى الموقع وبيانات الموقع والعملاء. أول حاجة عندي هنا فوق عندي إعدادات الموقع، بضغط عليها بيجي لي الإعدادات الرئيسية. إعدادات الرئيسية بضغط عليها بلاقي عدة إعدادات هامة، منها اسم الموقع، طبعا اسم الموقع المزاد المبرمج، تمام. باجي هنا الكلمات المفتاحية اللي موجودة عندي هنا تحت، الكلمات الدلالية اقدر امسح منها بعض الكلمات او اضيف عليها هنا بجانبها بعض الكلام الاخر، تمام. بعد كده عن الموقع، دي معلومات عن الموقع، الوصف هنا اقدر اضيف هنا اي وصف، اقدر امسح الوصف ده واكتب وصف اخر بدون اي مشكلة، تمام. بعد كده عندي جميع الحقوق المحفوظة اللي موجودة في اخر الموقع هنا، اقدر برضو اغيرها. نسبة العمولة الخاصة بالاعلان، تمام. شعار الموقع، دي طبعا لو في بعد كده تم تغيير شعار الموقع من خلال حضرتك تقدر تضيف الشعار الجديد هنا بدون اي مشكلة، وتختار الشعار من على جهاز الحاسوب بتاع حضرتك. حالة الموقع طبعا مفتوح، لو حضرتك حابب تغلق الموقع لأي سبب من الأسباب بتعمل مغلق، تمام. رسالة إغلاق الموقع اللي هتيجي للعملاء، السبب الإغلاق تقدر تكتبه هنا برضه، أو تكتفي بكلمة موقع مغلق. رقم الجوال والبيانات التواصل اللي موجودة عندي تحت هنا أقدر طبعا أضيفها من خلال هنا، سواء رقم الجوال أو البريد الإلكتروني، تمام. عندنا هنا بعض الاعدادات برضو حضرتك تقدر تقراها وتعرف كل اعداد خاص بيه، وليكن مثلا فترة سماح حذف العضويات الغير مفعلة بالايام تقدر حضرتك برضو تغيرها، مجموع عمولات العضو، اقصى عدد الاعلانات يوميا للاعضاء المميزين، اقصى عدد الاعلانات يوميا لاي عضو تقدر هنا تغير الرقم، تمام. هنا عن الموقع بالانجليزي اللي هي الكلمة دي تقدر حضرتك تكتب الكلام الانجليزي اللي حضرتك عاوز تكتبه هنا. العنوان طبعا المملكة العربية السعودية، ده رسالة اغلاق الموقع بالانجليزي، ونص الحقوق المحفوظة بالانجليزي، والعنوان بالانجليزي، واسعار الباقات اللي حضرتك عاملها في الموقع تقدر حضرتك تغير الاسعار من هنا. اهم حاجة بعد ما بغير كل الاعدادات او عايز احفظ اي تعديل عملته بضغط على حفظ الاعدادات عشان يتم الحفظ معايا، تمام. بعد كده عندي اعدادات العلامة المائية، بضغط عليها العلامة المائية اللي بتظهر على الصور اللي موجودة في الموقع، موجودة في اي اعلان بيتم اضافته والصور اللي عليه، بنضيف طبعا الصورة اللي حضرتك شايفها هنا تحت دي، اقدر اغير الصورة دي مع الوقت، اقدر اغيرها بصورة اخرى من خلال اضغط هنا على الصورة اختار صورة اخرى تانية، تمام. وطبعا هنا اعدادات الصورة نفسها، هنا ان هي تبقى مفعلة او غير مفعلة، نوع العلامة المائية عبارة عن صورة او كلام لو انا عايز، صورة العلامة المائية بضيفها برضو من هنا، تمام، او من تحت من هنا. عرض العلامة المائية 150، طول العلامة المائية 150، بحيث حضرتك لو محتاج تكبرها او تصغرها تقدر تغير في الارقام اللي هنا، ونسبة الشفافية الخاصة بيها، ومكان العلامة المائية اسفل اليمين تقدر حضرتك تغير برضو المكان من هنا، واهم حاجة تعمل حفظ اعدادات بعد التعديل. ايقونات التواصل الاجتماعي اللي موجودة في الموقع تقدر طبعا حضرتك تحط الروابط الخاصة بصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالموقع، تويتر، فيسبوك، وانستجرام، والحالة تفعيل او تعطيل لو حضرتك حابب تخفيهم من الموقع، تمام. تحكم بجزء الاعلانات، ده جزء خاص بالمرمرة مش هنتكلم عليه، ده حاجات بتتم عن طريق
بعد كده بنيجي للرسائل والطلبات، ودي الرسائل اللي بيتم ارسالها من خلال الاعضاء او طلبات معينة من الاعضاء، تقدر حضرتك تعمل لها ظهور وتشوفها من هنا لو تم رسالة الزوار والاعضاء مثلا هنا، مخالفة الاعلانات لو في تم مخالفة لاي اعلان، وتطوير الموقع برضو لو في اي نصيحة او اي رسالة من الأعضاء تقدر حضرتك تشوفها من خلال هنا. التحويلات البنكية، طبعا أي تحويل بنكي تم في الموقع أو عميل حول تحويلات بنكية تقدر حضرتك تشوفها من هنا مثلا في الباقات أو الإعلانات الفردية. مثلا لو هتلاقي هنا مثلا اسم العضو سعد وتم تحويل بنك عن طريق هايبر باي منذ 5 ايام والحالة مؤكدة، وتقدر تعمل حذف لده او تقدر تعمل عرض وتشوف التفاصيل من الداخل، اهو اسم المحول الايميل بتاعه ومبلغ المحول كام والبنك عن طريق ايه وتم التحويل اليوم كذا واعلان محظور او مفعل. تمام، تقدر حضرتك كمان تعمل اضافة للادوات المميزة والغاء تأكيد هذا التحويل لو حضرتك عايز تلغيه. طبعا رسائل الاعضاء برضو تقدر تشوفها من خلال هنا، لو في اي رسالة من الاعضاء تم تحويلها تقدر حضرتك تشوفها هنا وتقدر تعمل لها حذف نهائي او عرض او اخفاء. تمام، التحكم بالاعضاء تقدر هنا تتحكم فيه من مثلا المديرين الخاصين بالموقع واللي يقدروا ممكن يدخلوا على بيانات لوحة التحكم او يدخلوا على بيانات معينة. هنا مثلا ده الادمن اللي احنا بندخل بيه واللي يقدر يدخل على لوحة التحكم، تقدر حضرتك تشوف اي تحكم تتحكم فيه للعدو ده، او في هنا مثلا العدو هنا نيو ادمن تقدر تعمل تحكم وتحدد الخصائص اللي يقدر العميل ده او المدير ده يتحكم فيها. ده الاسم بتاعه، الاسم بالكامل، رقم الهاتف بتاعه، الجنس ايه، الصلاحيات مدير او عدو عادي. تمام، الحالة مفعل او غير مفعل، والبريد الالكتروني بتاعه، تحميل صورة خاصة بيه، وكلمة المرور واعادة كلمة المرور، والباقة افتراضية فضية ذهبية ماسية، وبعد كده تعمل تنفيذ عشان يتم حفظ الاعدادات. كذلك الاعلانات اللي هو حطها لو هو عدو عادي، التعليقات اللي علقها على الموقع، محادثات العدو اللي متحدثها، متابعة الإعلانات اللي هو عاملها وحاططها على الموقع، ومتابعة الأعضاء ورتب العدو. كل ده إعدادات أقدر أشوفها من خلال المديرين وأتحكم فيها. كذلك الأعضاء برضو هنا بشوف كل الأعضاء اللي تم سجله على الموقع، وأقدر كمان أعمل لأي عدو حظر وخليه ما يقدرش يدخل على الموقع، أو أقدر أغير بياناته أو أشوف أي بيانات من البيانات اللي هو مسجل عليها. مثلا لو محتاج أعرف رقم الهاتف بتاعه بدخل على بياناته بشوف رقم الهاتف، لو محتاج أتواصل مع بالرقم الهاتف اللي هو مسجل بيه. كذلك المندوبين نفس الفكرة. تمام، بواسطة رسائل الواتساب رقم العدوية والاسم بالكامل والأدوات لو أنا محتاج أعمل حذف برضه هعمل لها حذف. تمام، بعد كده عندي التحكم بالإعلانات أو التحكم بالأعضاء، في برضه طلبات تغيير اسم لو في تم طلب تغيير لاسم عدو اشوفه من هنا، الاعضاء المحظورين اقدر اشوفهم من هنا وافك الحظر عن اي عدو، القائمة السوداء اللي ممنوع للعدو ده يدخل على الموقع تماما، والاعضاء المميزين كذلك اقدر اضيف الاعضاء المميزين او احذفهم من هنا. كذلك بعد كده عند التحكم بالاعلانات، وده اهم حاجة في الموقع، اقدر اعمل هنا عرض الاعلانات واشوف كل الاعلانات اللي تم اضافتها على الموقع بضغطة واحدة من خلال هنا. عندي هنا على الموقع اعلان واحد فقط، اهم حاجة في الاعلان هو رقم الاعلان ده، لان من خلال الرقم ده بقدر ابحث عن الاعلان واشوفه بشكل تلقائي على طول وبدون ما اخد وقت كبير في البحث. طبعا لو ما يتم اضافة اعلانات كتير على الموقع، لو انا محتاج اشوف اعلان معين مش هينفع بقى ان انا ادور على الاسم بتاعه، لا انا عندي رقم الاعلان، اعرف رقم الاعلان وليكن ده الاعلان ده. تمام، بشوف الرقم بتاعه من جوه هنا واشوف الاعلان بتاعه بيبقى موجود في رابط عندي فوق. تمام، وليكن الرابط بتاع الاعلان عندي بالشكل ده. تمام، ده رابط الاعلان
اللي موجود عندي فوق. فانا باجي هنا بعد اسم الموقع بلاقي رقم الاعلان هنا لو انا داخل على صفحة الاعلان، فبعرف ان هو 1801، فبدخل هنا وبكتب 1801 وبعمل بحث، بيتم ظهور الاعلان على طول. واقدر هنا بقى اعمل تحكم للاعلان، اقدر طبعا احذفه او اقدر اتحكم فيه، اختار القسم اللي يظهر فيه الاعلان والقسم الفرعي بتاع الاعلان، واختار الدولة واختار المنطقة بتاعة الاعلان، وتمييز الاعلان لو انا عايزه يظهر كاعلان مميز او عادي، ويظهر في السلايدر الخاص بالموقع فوق في اول الموقع او لا برضو. ودي طبعا وسيلة الاتصال والعنوان وتفاصيل الاعلان، وكذلك الصور اللي ظاهرة جوه عندي في الاعلان بالشكل ده، تمام. وبعد كده بعمل تنفيذ عشان يتم الحفظ. التعليقات اللي اتعمل على الاعلان اقدر اعمل اي اعمل لها عرض عشان تظهر في الصفحة هنا والعملاء يشوفوها والاعضاء يشوفوها، واقدر ان انا اعمل لها حذف ومحدش يقدر يشوف التعليقات اللي تمت دي. كذلك الناس المتابعة للاعلان ده واللي بيشوفوه او شاهدوه على الموقع، تمام. بعد كده عندي طبعا لو انا محتاج اضيف اعلان، باجي هنا في عرض الاعلانات وبعمل اضافة اعلان جديد، وبضيف بيانات الاعلان كلها الخاصة بالاعلان من هنا، تمام. طبعا لو انا عملت حذف لاي اعلان معين بدخل هنا واشوف الاعلانات المحذوفة. لو انا عملت اعلان محذوف هنا هلاقي الاعلان يظهر هنا، واقدر اعمل له استعادة او احذفه تماما من الموقع. طبعا تعليقات الاعضاء لاي اعلان اقدر اشوفها من هنا، واقدر اعمل لها حذف او اقدر اعمل لها عرض، تمام. التحكم بالاقسام، ودي الاقسام اللي موجودة في الاعلانات، تمام. كل الاقسام مثلا العقارات والسيارات كل الاقسام الرئيسية اقدر طبعا اعمل لها تحكم او تعديل، واقدر احذفها، وكذلك اقدر اضيف اقسام جديدة بحيث لما يتم اضافة اعلان انا بختار من الاقسام دي الاقسام الرئيسية او الفرعية من خلال الاقسام دي. طبعا لو انا عايز اخلي القسم مثلا عايز اضيف قسم رئيسي، بضغط هنا اسم القسم، بكتبه اسم القسم بالانجليزي، واختار القسم الرئيسي لو انا هخليه قسم فرعي. لو هو قسم فرعي فبختار قسم رئيسي، وليكن ايه هختار قسم العقارات، وهنا هكتب مثلا اسم القسم قسم فيلل، تمام. فهيصبح القسم الفيلل ده قسم فرعي من قسم العقارات. اما لو انا عايز اخليه قسم رئيسي، تمام، فما بختارلوش اي قسم وبسيبه كده، وما بختارش القسم بتاعه وبكتب اسم القسم بس، فبيصبح عندي قسم رئيسي، وبعمل تنفيذ، تمام. بعد كده عندي تقييمات الاعضاء. تقييمات الاعضاء للاعلانات، وليكن مثلا قيموا الاعلان ده وهنا عملوا له لايك او الرسمة اللي هنا، تمام. اقدر اشوف كل ده برضه. كذلك صفحات الموقع، صفحات الموقع فيها بعض الصفحات اللي موجودة عندي في المزيد هنا. باقات العضوية للقائمة سيضع انضم الينا وسيسر الاستخدام، تمام. يمكن سيسر الاستخدام هنا مثلا اهو، اقدر اعمل لها تحكم وادخل واشوف البيانات بتاعتها، واقدر احط البيانات اللي موجودة في سياسة الاستخدام هنا. لو دخلت على الصفحة اشوف سياسة الاستخدام اهو، دي سياسة الاستخدام، اقدر اعمل عليها تعديل في اي وقت انا حابه، تمام. وده طبعا الاسم الصفحة بالعربي والانجليزي ومفعلة عشان تظهر او لا، كذلك في الانجليزي البيانات الخاصة بالصفحة. ومنساش اعمل حق تنفيذ عشان يتم الحفظ. بعد كده عندي قوائم الموقع، القوائم اللي هي اللي فوق هنا دي، كل القوائم دي ازاي اقدر اضيف مثلا قسم فرعي في العقارات هنا، او احذف مثلا فيلا للايجار او السيارات او اي قسم من هنا. هلاقي هنا الاقسام الرئيسية، لو ضغطت على العقارات بلاقي الاقسام الفرعية منها. حابب ان انا احذف مثلا فيلا للايجار بعمل حذف بيتم حذفها، حابب ان انا اعدل عليها بضغط واعمل تعديل واغير مثلا الاسم بتاع فيلا للايجار واكتبه فيلا للبيع مثلا، تمام. حابب طبعا ان انا اضيف قسم رئيسي على الاقسام دي، باجي هنا حالة الخانة بخليه قسم مطلوب البحث فيه، هنا بقول القسم ايه، بكتب مثلا سيارات، تمام. وهنا الاسم القسم بالانجليزي، تمام. هنا اسم، اكتب اسم القسم برضو، او اقدر اكتب رقم بس 3 مثلا. حالة الخانة لو انا عايز اخليه قسم رئيسي بضغط قائمة رئيسية عشان يظهر في القسم الرئيسي، واخليه يفتح في رابط لوحده او يفتح في نفس الموقع، ده بحددها من هنا.
وبحدد ان هو هنا طالما انا حددت ان هو حالة الخانة قائمة رئيسية فدي مش هتشتغل معايا، وبحدد هنا ان انا عايزه مثلا يظهر رقم 2 بعد العقارات واعمل تنفيذ. هلاقي اصبح عندي قسم اسمه سيارات تحت العقارات. هنا لو انا محتاج اضيف له اقسام فرعية بضيف هنا الخانات، بس ما بحددش هنا وانا بضيف قسم فرعي قائمة رئيسية دي، لا ما بسيبش كده، بحدد بقى هنا ان هنا القسم الفرعي ده تبع قسم السيارات فيظهر تحت قسم السيارات. حابب احذف القسم ده باجي هنا وبضغط حذف، بيتم حذفه بالشكل ده. تمام. عندي برضو بعض القوائم في انضم الينا، ودي اعدادات مش هنشتغل عليها، دي طبعا البرمجة برضو. تمام. وكده يبقى قدرنا نشرح كل اعدادات الموقع. لو في اي استفسار او مشكلة واجهت حضرتك في اثناء ما حضرتك بتضيف اعلانات على الموقع او بتتحكم في المحتوى الخاص بالموقع، تقدر حضرتك تبلغنا وان شاء الله يتم المتابعة معاك والرد سريعا على حضرتك. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.